يا ابني انت مكسوف تعري الحلة قدامي ولا ايه؟ افتح كده درش. السلام عليكم يا جماعه، كرسان طيبين، اخباركم ايه؟ كده عليكم يا رب السنه سعيده على الجميع. ازيكم يا جماعه؟ ان شاء الله النهارده العيد، المفروض نازل مع اصحابي، هنلف شويه، هنشوي لحمه، هننزل نعمل كامب كده في الصحراء. خليكم معايا نشوف ايه اللي هيحصل. فيلا شاي اللذيذه. فكر انزل مكتبة اسكندرية، مش عارف. المفروض ان انا كده قدام المكتبة، جيت لقيتها مقفولة مع ان المفروض على النت مكتوب ان هي مفتوحة. ففي جوه مناظر جميلة جدا، ان شاء الله نشوفها يوم تاني، ويلا بينا. البحر، لو تعرفوش ان اسكندريه مجرد ان هما بيشوفوا البحر ما بينزلوش اصلا في الصيف، يعني ممكن الصيف يعدي عليا وما انزلش البحر عادي جدا، بس بنقعد على البحر كتير. ماكدونالدز العشاء، المفروض ان انا اكل حاجه وبعد كده اروح لهم. انزل يا اسلام، انزل يا اسلام، انت خايف ولا ايه؟ كل واحد يدو على 5 جنيه في البحر. السلام عليكم يا جماعه، كرسان طيبين، اخباركم ايه؟ سنة سعيدة عليكم يا رب، سنة سعيدة على الجميع. هديتك جميل. احمد سمير بيعايد عليا ب5 جنيه. اهلا وسهلا. ماشي. اهلا المنوفية الكرام، يعني الف شكر، الف شكر. الف شكر، مش عارف والله اقول له ايه. ايوه. زي ما انتم عارفين بقى العيد وخروجات العيد، احنا دلوقتي الساعة داخلة على 11 الا ربع كده. ايوه. بنتسكح يعني، ده بالنسبة لنا كده صياع. ده بالنسبة لنا احنا الصياع. يعني احنا كده صايع فحت. ايوه. واللي هو روش ليفل التنين. امال ايه، احنا كمان ممكن نزود لحد الساعة 12. أيوة. ولا حد يقول لك انت رايح فين وجاي منين، عادي. كده جامدين قوي. لا انت بتتكلم في ايه؟ ده الطبيعي بالنسبة لنا. ماشي. لب بقى وزداني وزداني شوكولاته وزداني شوكولاته. لا احنا يعني في الصياعه واوريو واوريو يا نهار اسود ولو النعناع. ماشي. وهنجيب طحينه دلوقتي. محدش يسالني ايه لازمتها، بس هتعرف بعدين. هتعرف بعدين. هنحرق اللحمه وهنتعشى طحينه. عايز اجيب مايك والله، طلعت بتركب كده فاهم، تحط كده بقى في القميص. دي فكره كويسه جدا ان شاء الله. العيد الجاي لما اخد هديه نبقى لما نعملها نشتري المايك. المره دي زي ما انتم شايفين كيس اللب اهو، احنا مأمنين السهره. مظبطين كل حاجه. ايوه ماشي. عايز اسلام. اتفضل اركب يا استاذ. دلوقتي ما لقيناش طحينه بوادي، لقيت رشيد الميزان ما بحبهاش. ليه؟ ما كله منفض على بعضه. لا البوادي بتبقى سايله. مش بتحتاج انك تقعد تحف بقى في السكينه بقى. واضح واضح يا جماعه ان اسلام خبره فعلا في الطحينه. وده يدل على شيء، فبيدل ان ربنا يسترها. ربنا يسترها. كله في الباب عشان خاطر الاقلاع دلوقتي. دلوقتي احنا معانا 282 ساعة تصوير، فبراحتك. وجايبين الشاحن بتاع الكاميرا معانا. طبعا ال 282 دول مش هيكفوا خالص. احنا لسه هيضيف لنا ناس جديدة يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وجوه عاكرة بإذن الله. يا رب نلاقي البوادي، عشان اسلام عايز طحينة البوادي. واضح ان البوادي مسحوبة. هو ليه اسلام هو اللي بيدفع في كل حاجة؟ ايه؟ لا مين قال لك انا دافع ثمن الفحم ولسه ما لميتش غير 5 جنيه؟ ده عايز كام زي؟ عايز 5 جنيه معلش. خلاص ما بقشش علينا، ما بقشش علينا انا عشان ايه؟ احمد مش هيبقى اكرم مني يعني بال 5 جنيه بتاعته. لا انت شايف يا كابتن. قول حاجه مهمه. الناس مستقيمه والناس مستقيمه الحمد لله رب العالمين. والله. لا بجد هو بياخدها من ربنا وكرمه وجاب اكياس طحينه. بالنسبه لحمزاوي يا جماعه، جاي ولا مش جاي؟ ازاي بتسوق من غير مش حاطط ايدك على الدركسيون؟ عادي انا بسوق، انا سايب ايدي اهو. والارزاق على الله يعني، ماشيه بستر ربنا. ايوه. حمزاوي جاي يا ابني ولا مش جاي؟ حمزاوي لسه ما عبرنيش. طب ما تكلمه. حد بقى معاه رصيد؟ انا معيش رصيد. انا معايا رصيد يا عم، خد كلمه. ما تشغلش حاطه شكلك. في حاجة مش حلوة هنشيلها في المونتاج يعني، ما تخافوش. طبعا عشان في ألفاظ قبيحة وفي حاجات كده. لا لا عايز دي تطلع في المونتاج. قول يا اسلام. فضيحة عملوا ايه فيك يا اسلام؟ فودافون؟ المهم 50 جنيه سحبت، ما خدتش منها حاجة. سحبوا منه 50 جنيه وما ادالوش الباقي. لا
يا عم انا بيطلع عندي اعلانات فودافون يا عم، انت كده هتزعلني. احنا عشان هما حراميه، احنا بنشجع، احنا صراحة يعني احنا بنشجع على العادات السيئة دي. زي ما انتم شايفين انا متهور جدا في سواقتي، داخل على 50 دلوقتي. وصلنا دلوقتي يا جدعان، هنبتدي بقى المراسم والحاجات اللي احنا مخططين لها هنا في هذه الصحراء الجميلة الجرداء الجميلة. الله ينور حق جهده علي في المصطفى طلع عليه. غالبا دي جي بي ال اصلي. تمام تمام قشطه. وانا معايا الهيدفون بتاعك. قشطه بس صوتك بكلب. كنت جايبها في عرض. احنا لابسين كده، المفروض ان احنا لابسين كده عشان خاطر الدخان بقى والحاجات دي وكده يعني. احمد سمير احمد سعيد، هو اللي بتصورنا؟ والله العظيم بتصورنا؟ طبعا مش عايز اقول لكم ناموس تحفة. اعملوا لايك، اعملوا لايك، شير شير، سبسكرايب واكتب تعليق بس. حد شاف الفيديو اصلا يعني؟ في حد شاف الفيديو يعمل اللي هو احنا مش عارف. بس هي المشكله ان اللحمه ما فيهاش دهن، هتبقى برضو مش مشكله. لحمه ما فيهاش دهن، مش ملبسه يعني. المفروض اللحمه تبقى ملبسه صح. وهنا اسلام بيعمل ايه؟ هنسلم الوقت عايزين بقى الملح. يا ابني انت مكسوف تعري الحله قدامي ولا ايه؟ افتح كده درش. يا راجل